خلينا نقول يعني ايه حب شباب، وهنقول برضه ايه اللي مزود دلوقتي. بالظبط. فكره حب الشباب ان احنا عندنا ربنا خلق لنا في الجلد بتاعنا مسام. هذه المسام كل واحده من المسام دي ليها غده دهنيه في الجلد بتفرز ماده اسمها سيبم، بتطلع حاجه زي الزيت عشان ترطب الايه الجلد. مع سن البلوغ بيبدا نشاط الغدد الدهنيه يزيد، فبتطلع كميات زيت كتير، جزء بيطلع على البشره وجزء بيفضل موجود جوه المسام يخلي المسام دايما مفتوحه، وجزء ما بعرفش يخرج بيفضل تحت الجلد يعمل لي حبوب تحت الجلد. كلنا بلا استثناء عندنا نوع من البكتيريا موجوده تحت الجلد، ما بتصدق تشوف الدهون دي. هذه البكتيريا ساعه ما تشوف الدهون تعمل فيها التهاب، الحبه اللي بتلتهب بتكبر بتحمر بتوجعني بتسيب عليها مكانها. انا قلت من شويه ان في بكتيريا بتسبب الحبوب، وحضرتك قلت من شويه وده كلام صحيح ان الحب الشاب غير معدي، مع ان في بكتيريا، بس هذه البكتيريا بسموها بكتيريا لا هوائيه، يعني مجرد انها تطلع في الهواء بتموت. فانا ما يعني حتى لو حد جه حبوبه جنب خد حد مش هيعديه، لان البكتيريا لا هوائيه لو طلعت في الهواء بتموت. طيب اي حاجه بقى بتزود نشاط الغدد الدهنيه بتزود الحبوب. ايه اللي ممكن يزود نشاط الغدد الدهنيه؟ التوتر. التوتر اللي للاسف الشديد بعض شبابنا عايشين فيه كتير ده بيزود، وبالذات ذات وقت الامتحانات والكلام ده. اه طبعا كلهم بيضغطوا زياده عن اللزوم في الامتحانات، وبالذات ربنا يكون في عون الثانويه عامه. احنا ما كانش ايامنا الكلام ده، كان موضوع ده يعني يعني كان ابسط بسبب الاهالي يا دكتور. اللود اللي عاملينه الاهالي برضو انا بلوم ساعات بشوف ان ساعات الام عامله حظر تجوال في البيت لابنها الثانويه عامه او بنتها الثانويه عامه. واصغر من كده والله، انا ابني لما بيقول لي عندي امتحان بقول له ولا يفرق معايا، لازم احسسه ان الجو هادي وانت بتعمل اللي عليك. الحته دي مهمه جدا جدا في البيت. التوتر رقم واحد. رقم اتنين نوعيه الاكل. اخر ابحاث في الحبوب قال لك اللي بيزود الحبوب كل الاكل اللي فيه سكريات وفيه نشويات بزياده، والحاجات بقى اللي فيها الفاست فودز والحاجات دي اللي هي فيها الدهون. لا ده حتى البروتين وحتى الدهون نسبتهم اقل كتير من النشويات والسكريات. والسكريات فده مهم جدا جدا. اللي مزود الحبوب تاني عند البنات الصغيرين استعمال الفاونديشن كتير. مجرد ان انا قافل المسام طول الوقت فالزيوت مش عارفه تخرج بالظبط، فبتتجمع تحت الجلد فتعمل لها الايه؟ فتعمل لها الحبوب. اللي مزود الحبوب برضو عند الشباب التعرض للاضاءه الدائمه، الموبايل اللي احنا طبعا انتوا شايلين اضاءه دائمه الله يكون في عونكم. عشان اضاءه الاستوديو. انما الشباب معظمهم ماسك الموبايل 24 ساعه تقريبا، الموبايل ده بيطلع حاجه اسمها بلو لايت، والبلو لايت بينشط الغدد الدهنيه فبيزود برضو الايه؟ بيزود الحبوب. الحبوب علاجها سهل ولازم نبدا فيها من بدري. دايما لما بيجي لي حد عنده حبوب بقول له دوري انا كدكتور ان انا امنع الحبوب انها تسيب عندك علامات. بنبدا نستعمل غسول مناسب للبشره، الغسول ده اساسي، ممكن اي حد يجيب غسول ويبدا يستعمله مرتين في اليوم على الاقل. كريمات فيها مواد زي النياسيناميد او مواد زي السلسليك اسيد، كل الحاجات دي ممكن نستعملها مرتين في اليوم على الحبوب. ممكن نستعمل مضاد حيوي مضاد للبكتيريا اللي قلنا عليها. لو الحاجات دي كلها ما جابتش نتيجه بنبدا نلجا لادويه بتقلل نشاط الغدد الدهنيه. الادويه طبعا دي بيوصفها الدكتور، طبعا مش مشتقات فيتامين الف، والدكتور بيقول لهم المحاذير بتاعتها، وبنعمل معاها تحاليل معينه خاصه بوظائف الكبد وتحاليل خاصه بالدهون الثلاثيه، وبناكد ان الدواء اللي بيقلل نشاط الغده الدهنيه ده لازم يتبطل قبل اي جواز او قبل اي حمل، عشان بيأثر على الانجاب، عشان بيأثر على الجنين نفسه، بيعمل تشوهات. في الجنين. الحاجات دي بقت تمنع الحبوب، والحاجات دي بقت تقلل الحبوب جدا. لو اتساب عندهم علامات ناس اتاخرت في العلاج بنبدا نستعمل لهم كريمات برضه مضاده للعلامات دي، جلسات تقشير معينه او جلسات حاجه اسمها فراكشنال ليزر، بيجيب برضه نتائج يعني مفيده جدا معاهم.